واللي بيتابعونا او ما كانوش معانا، احنا معانا يعني نساء يعني حصلت على الماجستير والدكتوراه. الحاجه عيشه 80 سنه ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرها ومحيت الاميه 84. رحت 84 في شبين، في شبين عند هيئه التعليم الكبار. بسم الله ما شاء الله. اول ما دخلت بقرا اليافطه كده، الراجل اللي مدخلني قال خلاص انت ناجحه ما شاء الله. فانا دخلت امتحنوني. انا شاطره قوي في الحساب. معانا صورتك، هي شاطره في الحساب وكل حاجه يعني لما تاخدي. شاطره في الانجليزي، هو شاطر شاطر في كل حاجه. يا ست عائشه بقول لك ايه، يا ست عائشه انت نزلتي الانتخابات اللي فاتت؟ نعم. الانتخابات اللي فاتت نزلتي؟ ايوه، ركبت التوك توك ورحت انتخبت الرئيس. الله. كان الورقه كده في التليفونات، راحوا سابوا شغلهم وانتخبوه. اما دخلتي بقى اللجنه احكي لي عملتي ايه. دخلت في المستشار اللي يعني كراسي كده عليها افنديات كده. قلت له انتخب مين يا ابني انت؟ دكتور الانتخاب. قال تعال في 4 سطر كده. قال انتخب واحد من دول اللي يعجبه. قلت له انتخب رئيسنا. رئيسنا مصين مصر من الحروب وراجل كويس وبيعمل مشاريع كويسه وانتخبته. قال لي براو عليك. هو يعني السيسي وبكتب اسمه كمان وكل حاجه. طب انت عارفه ان مصر كلها شايفاكي دلوقتي، تقدري توجهي له رساله؟ اوجه له اقول له تشكر يا سياده الرئيس على ايامك الهاديه وحكمك في مصر، وكل حاجه بقت كتيره وكل حاجه يعني كل حاجه غليت. صحيح بقت غاليه بس القرش كتر، زمان ما كانش فلوس. فدلوقتي انا باخد معاش الا 100، 2000 الا 100 يعني بتعالج منهم عشان الراجل كان مأمن. الله يرحمه، ميت بقاله 15 سنه. فكان مأمن بيودي فلوس التأمين كل شهر، وما بلغ الـ60 بقى يقبض. ولما توفى اولاد الحلال اللي شغالين في الحاجات دي في التأمينات والحاجه، قالوا يا مرات عمي انت هتاخدي معاش. ما كنتش اعرف اخد معاش. اخد معاش ازاي؟ قالوا المعاش اللي كان بياخده الحاج انت هتاخديه. الله. فجرولي الله يبارك لهم ام مرات ابني اللي معايا دي، ام ايمان. حمات ابنك. حمات ابني امها. قدمت لي عند واحد الله يرحمه اسمه حمدي رزق. فبصيت قعدت 4 شهور ما اخدش. بصيت لقيت الغفير جاي بيخبط على الباب. يا ام عاطف روحي اشمون للابله خضره في الدور الثاني في التامينات. انا ما كنتش عارفه حاجه.